بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في المحاضرة الثالثة في الجزء بتاعي في الـ Healthcare Administration Course، وهنكمل فيها الـ Pharmacist Role in Healthcare System، وهنتكلم على سيرفيس واحد اللي هو Therapeutic Drug Monitoring. فأول حاجة هنتكلم عليها اللي هو يعني إيه Therapeutic Drug Monitoring. فـ Therapeutic Drug Monitoring definition بتاعها اللي هو it is the use of serum drug concentration measurement as a tool for individualization of drug therapy and dosage adjustment. تمام، احنا بناخد او لما بنشتري دواء من الصيدليه بتلاقي في العلبه اللي هو الباكج انسرت او الليفلت اللي هي الورقه الموجوده في العلبه بيبقى فيها recommended dosage regimen، فدي بتستخدم وبتبقى successful في معظم الأحيان، بس في بعض الأحيان لا، أنا بحتاج للبيشنت اللي قدامي ده إن أنا أعمل له individualization، إن أنا أعمل له tailoring، إن أنا أفصل له dosage regimen تناسب حالته، فأنا أعمل dosage adjustment. كل إن أنا أعمل tailoring ديت، إن أنا أفصل له ال dosage regimen ديت بناء على إن أنا أخد serum samples وأقيس drug concentration فيها، يبقى ده therapeutic drug monitoring. وعلشان نبقى on the same page في المحاضرة ديت، أنا أفكركم بسرعة، أفكركم بدورة حياة الدراج في جسم البيشن. فطبعا لما ندي دراج، إحنا يهمنا في دراج إيه؟ دراج إفكت. يعني أنا لما بدي مثلا نان ستيرويد أنتي إنفلاماتوري دراج، أنا بديه علشان البيشن دوت يحس بريليف، إن يبقى في البين عنده يحصل له ريليف، فبالتالي يرتاح. فانا يهمني دراج افكت. دراج افكت دوت يا جماعه بيحصل نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه انتر اكشن بتوين الدراج والريسبتور، صح؟ ان الدراج فعلا عمل بايندنج مع الريسبتور وده عمل الدراج افكت. طب الدراج ريسبتور انتر اكشن او البايندنج اللي حصل ده بيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ان البيشنت عنده ريسبتور وان الدراج كان موجود جنب الريسبتور. فانا يهمني ايه؟ دراج concentration at the receptor site والreceptor. لما الاثنين دول يتقابلوا كده ويعملوا interaction، فاحنا بنبتدي نلاحظ الدراج effect. الجزء ده يا جماعة انتوا خدتوه قبل كده اللي هو الفارماكوداينامكس بتاع الدراج، ان ازاي الدراج effect البادي، ازاي الresponse drug effect drug activity drug response بتظهر نتيجة الinteraction between الreceptor والدراج. دراج فين؟ عند الريسبتور سايت. جميل. الدراج كونسنتريشن عند الريسبتور سايت دوت بيبقى فيه بينه وبين السيرم كونسنتريشن، سيرم دراج كونسنتريشن ريليشن شيب، صح؟ بيبقى فيه ما بينهم علاقه. مش شرط ان السيرم كونسنتريشن يبقى هو الكونسنتريشن عند الريسبتور سايت. طبعا احنا يهمنا ايه؟ دراج كونسنتريشن ات ريسبتور سايت عشان يعمل انتراكشن مع الريسبتور عشان يدينا الدراج ريسبونس. وطبعا انتوا خدتوا ان العلاقه ما بين الدوز، تمام، والسيرم كونسنتريشن وكمان الدراج كونسنتريشن ات ريسبتور سايت اللي هو ازاي الدراج بيحصل له ديستريبيوشن، سمينا الجزء دوت الفارماكو كاينتكس. كنا بنقول لك ايه؟ ان ده التاثير بتاع البادي على الدراج. كنا حتى نقول لك كده فارماكو كاينتكس ده الايفكت بتاع البادي اون ذا دراج، اند الفارماكو دايناميك ده دراج اون ذا بادي. تمام. فده السايكل بتاع دورة حياة الدراج في جسم البيشنت. فأي تغيير في الخطوات ديت هتؤدي لتغيير دراج افكت، دراج ريسبونس في الآخر، اللي هو طبعاً يهمنا. فالفاريابيليتي في الدراج ريسبونس هتبقى ديو تو إيه؟ أي خطوة من الخطوات اللي قبل كده، اللي هي طبعاً زي ما ورينا لكم اللي هو الفارماكوكينيتكس أو الفارماكوداينامكس. فأي فارماكوكينيتك أو فارماكوديناميك فاريابيليتي هتؤدي الفاريابيليتي في الدراج ريسبونس. طب ازاي الفارماكوكينيتكس بتاع الدواء أو الفارماكوديناميكس بتاع الدواء يتغير؟ ففي فاكتورز ممكن تغيره. أول فاكتور اللي هو الجينيتك فاكتور. فممكن يكون البيشنت اللي عندنا ده عنده ديفكتيف جين أو هو فاريانت في جين معين، ده بيؤدي لتغير في الفارماكوكينيتكس أو الفارماكوديناميكس. أشهر مثال واحد من أقدم الأمثلة اللي هو السلو أند رابيد ميتابولايزر والأيزونيازايد. الأيزونيازايد
بيعتمد في الميتابوليزم في الكليرنس بتاعه والاليمينيشن بتاعه على الاسيتايليز. تمام. فالايزونيزايد اكتشفوا ان في بيشنت بيبقى الاسيتايليشن بتاعهم عالي جدا وفي ناس بتبقى سلو قوي. فده طبعا السلو اند رابيد ميتابولايزرز اللي هو البيشنت اللي عندهم سلو ورابيد اسيتايليز اكتيفيتي leading to high and low isoniazid serum concentration respectively. يعني slow metabolizer لما بديله نفس الدوز بنلاحظ ان فيه high serum concentration. rapid metabolizer بيبقى فيه low isoniazid serum concentration. تاني فاكتور يا جماعة age. ان كون ان ال patient دوت مثلا baby او adult او ان هو دخل بقى elderly ده بنلاحظ ان فيه اختلافات في drug response. لو احنا بصينا لنقطه الفارماكوكينيتكس ندي مثال اللي هو دايزيبام. فالدايزيبام ميتابوليزم از سلوور ان نيونيتس وده معظم الادويه كده فيرسز الدرلي. وايت ثيوفلين وثيوفلين ده مثال بيبقى غريب شويه بنحب نجيبه عشان في الثيوفلين الشيلدرن الميتابوليزم بتاعهم اعلى من الادلتس. تمام. من ضمن الفاكتورز برضو اللي هو ديزيز ستيت وحاطط لكم هنا اكزامبل اهو الامينوجلايكوسايد. وانتم عارفين الامينوجلايكوسايد هو بيعتمد على الاكسكريشن اللي هو المين روت اوف اليمينيشن. فبالتالي لما بيحصل كيدني ديسفانكشن الاليمينيشن بتاع الامينوجلايكوسايد بيقل. والادويه اللي بتعتمد على الميتابوليزم لما بيحصل ليفر ديسفانكشن برضو الاليمينيشن بتاعها بيقل. يعني زي الفينايتون وورفارين وبروبانولول والحاجات اللي هي يعني اكستنسيفلي ميتابولايزد. الفاكتور بعد كده الانتراكتنج دراجز. وانتوا عندكم كورس كامل بيتكلم عن دراج دراج انتراكشن عامه يعني. ومثال مشهور جدا اللي هو السايميتيدين اللي هو بيعمل انهبيشن للميكروزوم الانزيمز وبالتالي بيعمل انهبيشن للوارفرين ميتابوليزم. وفي اذر فاكتورز زي انفايرومنتال يعني في بوليوتنت كتير بتقدر تعمل اندكشن للميكروزوم الانزيم زي بوليسايكليك اروماتيك هيدروكربونز مثلا. دايتري الناس اللي بتحب ان هي تاكل اكل مشوي والكلام ده برضو بيحصل لها اندكشن ميكروزوم الانزيمز. واوكيوبيشنال فاكتورز في مثلا واحد شغال مثلا عسكري مرور ما هو البوليوشن دوت برضو بيأثر على الميتابوليزم بتاعه. فهو الفاكتورز دي كلها بتؤدي الفاريابيليتي في الدراج ريسبونس فبيخليهم مختلفين عن الافريج بوبوليشن. تمام. فبالتالي احنا بنضطر نعمل adjustment للدوزج ريجيم. احنا كده الى حد ما حطينا صابعنا على المين فاكتورز اللي ممكن تؤدي للفاريابيليتي في الدراج ريسبونس. فهو احنا كلنا معرضين نحصل فاريابيليتي في الدراج ريسبونس بس ده مش سبب ان نبتدي نعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج لازم يعني لازم نحط في دماغنا ان احنا بنعملها عشان في فاريابيليتي في الدراج ريسبونس وده امر طبيعي between the patient. بس احنا ما بنعملهاش الا لما يبقى فيه non acceptable risk on the patient due to the following. يعني لما يبقى البيشنت هو الفاريابيليتي في الدراج ريسبونس دي معرضاه ان يحصل له مشكله سيريس. تمام. ليه بقى معرض ان يحصل له مشكله سيريس؟ اول حاجه ان الدراجز اصلا موصفه له يعني هي عندها او بتسمى ان هي نارو ثيرابيوتيك اندكس دراج. تمام. ان الدراج مثلا اللي هاخده زي الوارفرين زي الديجوكسين الفرق ما بين المينيمم توكسيك كونسنتريشن والمينيمم افكتيف كونسنتريشن نارو. يعني انت الكونسنتريشن لازم يكون مظبوط بس يعني ما بين رينج ضيق جدا. كونسنتريشن لازم الدواء يبقى اعلى منه عشان يبقى افكتيف. وتحت كونسنتريشن لو الدواء اعلى منه هيبقى توكسيك. تمام. وزي ما احنا قلنا الوارفرين والديجوكسين دول ابرز مثالين في النارو ثيرابيوتيك اندكس دراجز. تاني حاجه اللي هو دراجز نون تو هاف جريت فاريابيليتي ان ذير فارماكوكينيتيك بروبرتيز. وانتوا خدتوها قبل كده في الفارماكوكينيتيك اللي هو دراجز ذات فولو نون لينير فارماكوكينيتكس. بمعنى ان الدوز والسيروم كونسنتريشن الريليشن شيب ما بينهم مش لينير. تمام. فبالتالي الدوز مثلا انا ممكن يعني المتوقع ان انا مثلا لما ادي 100 ملي جرام دوز ان انا الاقي الكونسنتريشن نفترض نضرب رقم 10 ملي جرام لتر. لو زودت الدوز للضعف السيروم كونسنتريشن يزيد الضعف.
تمام. لكن في حالة زي الفينيتويل الموضوع ده مش كده، يعني انا ممكن ادي ال 100 بفرض، انا اضرب يعني اضرب رقم يعني 100 مللي جرام يدي 10 مللي جرام في الليتر، تمام. لو خليتهم 150 اكتشف ان هم بقوا 30 مللي جرام في الليتر. ففي الحالة دي لا، انا ما اقدرش ان انا ادي الدوز وخلاص، لازم اتابع اشوف هو السيروم كونسنتريشن بتاع الدواء ده كام، عشان الفروقات البسيطة جدا ممكن تؤدي لاختلافات كبيرة جدا في السيروم كونسنتريشن. وتالت حاجة اللي بتخلي ثيرابيوتك دراج مونيتورنج نيسيسري، ان البيشنتس اصلا اللي عندي، الحالة اللي عندي دي حالة كريتيكال، هي محتاجة انتنسيف كير. في الحالة دي اي ادفيرس رياكشن ممكن يحصل، ممكن يعني يبقى سيريس كونسيكونسز تحصل بسببه. فبالتالي انا لازم يعني ان انا ابقى حريص جدا في اي دواء انا بديه للبيشنتس دول، وبالذات كمان ان هم بيبقى عندهم كونكرنت كونديشنز، بيبقى عندهم ديزيزز تانية وبياخدوا ادويه كتير، فكمان بيبقوا معرضين لدراج دراج انتر اكشن ودراج ديزيز انتر اكشن. يعني بيبقى في الانتنسيف كير يونت بيبقى غالبا الكيسز اللي بتبقى موجوده فيها بتبقى عندها ليفر ديسفانكشن، ممكن يكون عندها كيدني ديسفانكشن، فانا لازم ابقى حريص جدا في اعطاء الدواء ليهم وابقى بتابع الدواء معاهم واعمل ثيرابيوتك دراج مونيتورنج. زي ما شفنا في السكيم اللي احنا اتكلمنا عنه، ان اللي يهمنا الدراج ريسبونس، الانتر اكشن بتوين الدراج والريسبتور. والانتر اكشن ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الريسبتور موجود بمقدار قد ايه، وهل هو مثلا موجود ان ذا بروبر فورم، الاكتف فورم ما فيهوش ديفكت ولا حاجه. والناحيه الثانيه الكونسنتريشن بتاع الدواء، بس فين؟ في الاكتف سايت. لكن احنا في ثيرابيوتك دراج مونيتورنج احنا بنقيس السيرم كونسنتريشن. السيرم كونسنتريشن مش في كل الاحيان يساوي الكونسنتريشن بتاع الدواء في ات ذا اكتف سايت، تمام. بس الحمد لله يعني في المعظم بيبقى في كورليشن، بيبقى الاثنين قريبين من بعض، ده لو عالي التاني بيعلى وهكذا، وده لو قل التاني بيقل، كونسنتريشن في السيرم وكونسنتريشن في الاكتف سايت. وابرز مثالين ان السيرم كونسنتريشن والكونسنتريشن الاكتف سايت والكورليتد، هما الحالتين اللي هنتكلم عليهم دول، اللي هو اذا كان الريسبتور اصلا موجود في السيستميك سيركيليشن. ومديناكم مثالين هنا، ان اصلا مثلا عيان جالي عنده بكتيريميا وانا بدي له مضاد حيوي عشان اقتله بكتيريا في الدم، ففي الحاله دي اصلا الانتي بيوتيك دوت الاكتف سايت بتاعه او الريسبتور بتاعه هو موجود في البلد، يبقى كده السيروم كونسنتريشن هو قياس الكونسنتريشن ات الاكتف سايت. وتاني مثال عندنا الهيبرين اند اتس انتي كواجلنت اكتيفيتي. الهيبرين برضو عشان يعمل انتي كواجلنت اكتيفيتي هو بيأثر على البلد، على الكواجليشن فاكتور في البلد، فبالتالي برضو السيروم كونسنتريشن هو تقريبا هو الكونسنتريشن ات اكتف سايت. تاني حالة عندنا اللي هو الريسبتور موجود في حاجة اسمها هايلي perfused organ، يعني في organs في الجسم بتبقى فيها الإمداد الدموي بلاد سبلاي عالي جدا، وبتبقى برانكيما ما فيهاش باريرز أو فيها حاجة تمنع ال spontaneous distribution للدراج من السيرم للأورجنز دي، يعني زي الهارت، زي الليفر، زي الكيدني، زي اللانجز. فمدينكم مثالين هنا، ان هو في حاله الليفر عندنا الوارفرين اند اتس انتي كواجلنت اكتيفيتي، الوارفرين محتاج انه يروح الليفر عشان يمنع الفورميشن بتاع الكواجليشن فاكتور. اللان كذلك عندنا الثايوفلين، الثايوفلين بيروح عشان يعمل برونكو دايليشن اكتيفيتي. فدول الايه الحالتين اللي احنا بنبقى يعني متاكدين اولموست 100% ان السيروم كونسنتريشن ده جود ماركر فور ذا concentration at the active site الدواء. نحب نفكركم بالكاينتكس بتاع المالتيبل دوزنج. يعني لو تتذكروا في الفارماكوكاينتكس ان احنا لما نجيب البيشنت ونبتدي نديله دراج از مالتيبل دوزز، ان الكونسنتريشن في دم العيان لو احنا فكرنا في الكونسنتريشن بيبتدي يزيد تدريجيا، يزيد تدريجيا لغايه ما يوصل لحاجه اسمها ستيدي ستيت اللي فيها الكونسنتريشن بيثبت، لغايه ما قرر ان انا اعمل ترمينيشن للتريتمنت فيبتدي يقل بقى لغايه ما يوصل لايه يعني اولموست الصفر، تمام. كنا بنقول يا جماعه ان الكونسنتريشن في الحته دي لو كونسنتريشن ات ستيدي ستيت كان البالانس ما بين الانبوت والاوتبوت، ما بين دخول الدواء، معدل دخول الدواء في الجسم ومعدل خروج. ف
فالانبوت يا جماعه كان هو الانتيك ريت اللي كنا بنسميه كي نوت، اللي هو عباره عن الدوز على التاو. يعني بندي الدواء ده مثلا 120 مللي جرام كل 12 ساعه، فيبقى انا بدي معدل ايه 10 مللي جرام بير اور. والاوتبوت اللي هو التوتال بودي كلينز، وكنا حتى بنقول السي بي اس اس كان الكي نود على التوتال بودي كلير. جميل. فانا دلوقتي عشان الستيدي ستيت كونسنتريشن ات ستيدي ستيت يعني احدده، فهو الستيدي ستيت كونسنتريشن ات ستيدي ستيت ذا فانكشن اوف الدراج انتيك والتوتال بودي كلير. فدي يا جماعه دي الفاكتورز الافكتنج ستيدي ستيت سيروم كونسنتريشن. يبقى احنا عندنا ايه يعني الى حد ما عندنا ثلاثه فاكتورز، اللي هو اول حاجه اللي هو الريت اوف انتيك، انا بدي الدواء دوت بمعدل قد ايه. طبعا ذا هاير ذا ريت اوف انتيك ذا هاير ذا ستيدي ستيت سيروم كونسنتريشن، وذا لوور ذا لور، لما بنقلل الريت اوف انتيك اكيد الكونسنتريشن اقل. الدوز اند دوزنج انترفال، ان انا ممكن الريت اوف انتيك ده يكون ثابت، بس لما اغير الدوز او انترفال يعني اعلي الدوز واطول الانترفال او اقلل الدوز واقصر الانترفال بحيث نحافظ على السيم ريت اوف انتيك. تمام. The higher the dose or the longer the dosing interval, the more fluctuation in the steady state serum concentration. يعني بدل مثلا مدي زي ما احنا قلنا 120 ملي جرام كل 12 ساعة، طب ما انا مدي ممكن 240 ملي جرام كل 24 ساعة، يبقى same rate of intake. بس ايه اللي حصل بقى؟ في 240 ملي جرام كل يوم هيبقى fluctuation اعلى، يعني انا العيان ما بياخدش الدواء لمده 24 ساعه وبعدين اروح مدي له جرعه عاليه جدا، الكونسنتريشن هيعلى قوي في دمه، وبعدين يبتدي يقل تدريجيا على مدى 24 ساعه. بعكس طبعا ال 12 ساعه، كل 12 ساعه تبقى الدوز اقل، فبالتالي الفلكتويشن ان هو الكونسنتريشن يعلى وينزل هيبقى اقل. وهنشوف هديكم حالا. والتوتال بادي كليرنس في الاخر ده طبعا اللي هو الريت اللي هو البادي بيطلع بيه الدراج بره الجسم، وده انا ما عنديش سيطره عليه، انا اللي بقدر اعمل له ادجستمنت ديستريبيوتد دراج مونيتورنج ان انا اعدل الريت اوف انتيك او الدوز اند دوزنج انترفال. فنيجي للاكزامبل بتاع الريت اوف انتيك، احنا عندنا بيشنت بياخد دواء والدواء دوت المينيمم توكسيك كونسنتريشن بتاعه مينيمم توكسيك كونسنتريشن كان 20 ملغ بر اور، والمينيمم افكتيف كونسنتريشن كان 10 ملغ بر اور. انا بدي العيان دراج معين بدوز وتاو لما نسمه على بعض يدينا الريت اوف انتيك، ادى ان السيروم كونسنتريشن الافريج بتاعه كان في الحته دي كده. طب دي معناه ايه؟ معناه انها within the range. فده معناه ايه؟ معناه ان البيشنت ده اكسبكتد ان الدراج بتاعه يكون efficacious وما يكونش toxic. تمام. لو البيشنت ده اديته بدل 20 ملي جرام بر اور 40 ملي جرام بر اور، هيدينا السيروم كونسنتريشن بالشكل اللي انتوا شايفينه هنا ده، والافريج كونسنتريشن بتاعه هيكون مثلا في الحته دي. ده طبعا اعلى من الثيرابيوتيك ويندو، فاتوقع ان هنا ايه؟ ان الدراج دوت يبقى افيكيشس بس يبقى توكسيك، عشان هو اعلى من التركيزين، اعلى من المينيمم افيكتيف effective concentration واعلى من minimum toxic concentration. لو قللت rate of intake ل 10 ملي جرام بير اور، فانا هيبقى عندي السيروم كونسنتريشن اهو والافريج بتاعه هيبقى في الحدود دي، فهو الدراج ده هيبقى سيف، يعني مش هيبقى فيه توكسيستي، بس في نفس الوقت مش هيبقى افيكيشس، يعني دراج ريسبونس هيبقى مش موجود تقريبا. تمام. فانا دلوقتي عندي ثلاث حاجات، الحاله اللي هي اوبتيمال اللي يبقى فيها دراج افيكيشس ومش توكسيك يعني في حدود المعقول طبعا. تمام. والحاله اللي بيبقى فيها افيكيشس بس توكسيك، وفي الحاله اللي بيبقى مش توكسيك بيبقى سيف بس مش افيكيشس. بالنسبه للاكزامبل بتاع الدوز والدوزنج انترفال، فاحنا عندنا ثلاث كيسات اهي، الثلاثه الانتيك ريت واحد، يعني 120 على 6 ساعات فيها 20 ملغ بر اور، 60 ملغ على 3 ساعات فيها 20 ملغ بر اور، 240 ملغ على 12 ساعه فيها برضو 20 ملغ بر اور. صح. لكن بسبب ان انا استخدمت different doses ودوزنج intervals
فالشكل السيرم كونسنتريشن فيرسس تايم كيرف مختلف. يعني لما بدي 120 مللي جرام كل 6 ساعات الفلكتويشن بص عامل ازاي، بيحصل فلكتويشن بس كله within الثرابيوتيك ويندو ما بين المينيمم افكتيف كونسنتريشن والمينيمم توكسيك كونسنتريشن. لما بعلي الدوز ل 240 مللي جرام، وطبعا عشان مينتين سيم الانتيك ريت فانا بزود الانترفال، فبيبقى شكل السيرم كونسنتريشن بالشكل ده. مشكله الفلكتويشن دوت ان في اجزاء من الكيرف اكتر من المينيمم توكسيك كونسنتريشن، فممكن العيان في الفتره دي يبتدي يشتكي من توكسيستي، وفي حته تانية اقل من المينيمم افكتيف كونسنتريشن، فتلاقي ممكن البيشنت في الحته ديت يشتكي ان الافيكاسي بتاع الدراج مش موجود او الدراج ريسبونس مش موجود. طب ايه بقى في الحاله دي 60 مللي جرام بير او افري 3 اورز؟ والله هو الفلكتويشن كويس وزن الثيرابيوتيك ويندو، وهنا هيبقى الدراج افيكاسيوس والتوكسيستي بتاعته هتبقى لوست، بس هتبقى فيه مشكله مش هنقول في البيشنت كومبلاينس عشان هو بيبقى هوسبيتالايزد بيشنت، بس هيبقى لود اكتر على النيرس انها بدل ما تدي الدراج كل 6 ساعات هتديه هنا كل 3 ساعات. فطبعا هو البيست هنا ان انا يوز الهول ثيرابيوتيك ويندو لو مفيش اي كومبلين بيشنت، وان انا استخدم حاجه زي كده ان هو الاوبتيمال هنا 120 مللي جرام كل 6 ساعات. هنتكلم بقى على تشالنجز في الثيرابيوتيك دراج مونيتورنج، ويبقى كلامنا على ايه الحالات اللي بيبقى السيرم كونسنتريشن ما هياش يعني ويل كورليتد مع الدراج ريسبونس، ومش هنتكلم على الديستريبيوشن فاكتور هتبقى معقدة بالنسبة لكم. هنتكلم على تو كيسز. أول كيس اللي هو الدراجز اللي بيبقى ليها أكتيف ميتابولايز، دواء بيتحول بيتعمل له ميتابوليزم بيتحول لميتابولايت، الميتابولايت دوت يعني كونتريبيوت تو دراج ريسبونس بيقدر يعمل دراج ريسبونس زي بروكينامايد والأريسما بيعالج الأريسما، كربامازبين، وطبعا تريت الكونفالشن والإبليبسي والكلام دوت. ففي الحالتين دول السيرم كونسنتريشن بتاع الدراج ما هواش يعمل جود كورليشن. ليه؟ عشان ممكن يبقى فيه يعني انت بتقيس جزء من الاكتيف انجريدينت او الاكتيف كومباوند اللي بيعمل ريسبونس، الجزء الثاني اللي هو الميتابولايت انت ما عندكش اي معلومات عنه. فانت لو عايز فعلا تعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج انت محتاج ان انت تقيس بوث الدراج والاكتيف ميتابولايت عشان تقدر فعلا ان انت تعمل بريدكشن او تعمل ادجستمنت دراج ريسبونس. تاني حاجه اللي هي دراجز ويز هاي افينيتي تو بلازما بروتين بايندينج سايت، زي ايه؟ زي الفينيتورين والوارفرين. تمام، ان السيرم كونسنتريشن اللي انت بتقيسه ده يعني ممكن يكون مسليدنج. ليه؟ عشان اونلي سمول فراكشن من السيرم كونسنتريشن ده بيبقى فعلا يعني في الفري فورم الانباوند فورم. الفري فورم ده اللي بيقدر يحصل له distribution ويدخل الاكتيف سايت. فعلشان كده في حاله الدراجز ديت انت ممكن تحتاج ان انت تعمل يعني اديشنال ستيبس عشان تقدر تقيس الانباوند سيرم كونسنتريشن او الفري فراكشن من الدراج في السيرم. تمام، مش الهور سيرم كونسنتريشن اجيب السيرم وايه واعمل له اناليسيس، لا لازم اعمل ان افصل البلازما بروتين خالص واشوف ايه الفري كونسنتريشن بتاع الدراج ده. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده اللي هي الادفانتجز اوف ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج، وهنتكلم على خمس حاجات اللي هو فاسيليتيت ذا رابيد اتشيفمنت اوف ان ابروبريت دوزج ريجيمن. ان هو طبعا ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج ده تول بيخلينا نقدر نحدد ايه البيست ثيرابيوتيك ايه البيست دوزج ريجيمن في حاله العيان اللي قدام، وكمان نقدر نعمل ايفالويت اكزيستنج دوزج ريجيمن. ان هو دلوقتي عيان بياخد 10 ادويه ممكن بسرعه كده من خلال ان انا اعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج اعرف والله مين فيهم اللي هو كويس ويستمر عليه ومين فيهم اللي هو بياخده بس حتى مش واصل السيرم كونسنتريشن بتاعه للثيرابيوتيك ويندو واقدر ان انا اعمل له اكسكلوجن. تمام، بروفيلاكتيك مين اجينست توكسيسيتي، ان انا لما ببتدي مالتيبل دوزنج السيرم كونسنتريشن بيزيد تدريجيا لغايه ما اوصل للستيدي ستيت. انا في فتره الزياده التدريجيه دي انا يعني بالفارماكو ان انا اعمل فارماكوكينيتك كالكوليشن واستيميشن ان انا اقدر احدد والله احنا رايحين لتوكسيستي التركيز ده هيعلى لغايه نوصل لغايه فين
بحيث ان انا اقدر ان انا اتصرف قبل ما يحصل توكسيستي فعلا. رابع حاجه ان انا اقدر ان انا افرق ما بين الفارماكوكينيتيك اند فارماكوديناميك كوزز اوف ثيرابيوتيك فيل. لو ترجعوا للسكيم بتاعنا هنلاقي ان الدراج ريسبونس هو في الاخر نتاج اللي هو ان الدراج موجود في الاكتيف سايت والريسبتور. احنا قلنا ان احنا ممكن نتحكم في الدراج كونسنتريشن ات اكتيف سايت عن طريق الفارماكوكينيتيك فاكتور، لكن الريسبتور دوت يعني هنتحكم فيه ازاي؟ هو بيبقى موجود في جسم البيشنت بشكل او باخر يعني بنتصرف بناء عليه. فلو انا اديت دراج ولقيت ان المشكله في الفارماكو دايناميك فاريابيليتي اللي عنده، فهو الدراج ده يبقى يعني ما ادوش العيان، خلاص نشوف الترنتيف تمام. لكن لو الفارماكو كانتك فاريابيليتي هي السبب، فانا ممكن اعمل دوز ادجستمنت، فهو او ادجست للدوزج ريجيمنت. فده يعني بيفرق، علشان في بعض الديزيزز ما بيبقاش في ليست من الدراجز تبقى كبير ان انا اقدر اتصرف فيها او اتحرك فيها. هو بيبقى في يعني في الانتي كواجلانتس مثلا، انت لو بصيت فيه مش هتلاقي ليست دراجز انت والله لو الورفر مش شغال ادي كذا، لو كذا مش شغال ادي كذا، لا. فانا في الحاله دي ان انا افرق ما بين الفارماكوكينيتيك والفارماكوديناميك كوزز اوف ثيرابيوتيك فيلير، ده كريتيكال قوي. واخيرا بيبقى كوست افكتيف في حاله ان بيبقى مثلا ايه، لو هوسبيتالايزد بيشنت وهو يعني محتاج انتنسيف كير، فاي خطا هيؤدي ان الهوسبيتاليزيشن بتزيد، وان هو طبعا دخل في كومبليكيشن وده محتاج اديشنال كير والكلام دوت، فده كل ده اد تو ذا كوست. فانا ممكن ادفع شويه ان انا اعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج، بس ده هيجنبني ان انا ادخل في كوست اكبر ان انا اعالج الميديكيشن ايرورز اللي حصلت. وشكرا لكم يا جماعه، وانا ان شاء الله الاسئله اللي هتيجي في الامتحان هتبقى في السلايد ديت تمام. انا طبعا عارف ان الوقت ضيق، وعلشان كده انا يعني حاطط ده في اعتباري، وان شاء الله هنجيب لكم اسئله يعني تكون بالنسبه لكم سهله وما تقلقوش من الامتحان خالص، وهي السلايدز ديت حاولوا تركزوا فيها، وإن شاء الله بالتوفيق.